الحربي واحمد شوقي. انا قلت في الكنايات في الاستعارات كل المتنبي اخذها من سقراط ومن افلاطون من هذول يعني اقتباسات. في التشبيه والبلاغه في المدح انا عندي احمد شوقي افضل. حوار شعري. الموازنه بين الشعراء خاصه عصور مختلفه بيعتمد طبعا على ثقافات. مدد. ثقافة شوقي غير ثقافة المتنبي. لأن طلع على الكتب على العصور. أولا المتنبي شيعي ومع ذلك بعد الدين من الديوان بتاعه نهائي. قليل أما تلاقي كلمات دينية في الديوان. زي مثلا وعنده أن المجوس تصيب فيما تحكم. يا أخت معتنق الفوارس في الوغى لأخوك تم أرق منك وأرحمه يرنو إليك مع العفاف وعنده أن المجوس تصيب فيما تحكم. يعني أن المجوس بيتزوجه البنت كويس فهو بيقول يعني في خاطب الخمر بهذا أن المخمور يصوب فعل المجوس. مثلا أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. تلاقي الدين عنده نادر جدا لما يجي فلان. لكن شوقي رجل صحيح العقيدة والمدائح النبوية. يعني كثير الشراب. يكفي الهمزية ويكفي البر نهج البردة. شوقي ثقافته معتمد يعني التاريخ في ديوانه كتير. لكن المتنبي زي ما قال فلسفي رأيه فارسية أعياده تكملة البيت فارسية أعياده. المهم هو بيمدح سيف الدول. لما تيجي للمتنبي يقصد مثلا شعب بوار في فارس. مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني. يتكلم عن منبج عن ديار بكرة. المعد بتاعه قليل. لكن شوقي لما يتكلم مثلا عن اذكر لي الصبا وايام انسي زمان الوصل بالاندلسي يعارض جرير ويعارض اسمه ده الفرزدق. شوقي ثقافات متعددة بحكم تأخر الزمان. في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعتقد أنه يعني شوقي تفوق على حسان بن ثابت في المدح. شوقي طبعا أوسع ثقافة من المتنبي. من لا عن حسان بن ثابت رضي الله عنه. أن شوقي يعني في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تفوق على حسان بن ثابت. شوقي وإن كنت أنت ما تعتقد بالكلام ده أولا تعتقد لأن الشيخ الظواهري قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مناما فقال أبلغ أحمد شوقي أنني في انتظار. صحيح سمعته هذا هو آخر أيامه يعني كان كثير الشراب كان يعني يسكر يحب الشراب. الرجل لأنه اسمه اللي شرح البردة على نهج الإمام البصيري الشيخ إبراهيم البيجوري الشيخ البيجوري ايوه كويس. هنا النقاد لما بيوزنوا بين البصيري وشوقي يقولوا البصيري اصدق عاطفة من شوقي. طبعا ليه؟ اولا شوقي لما نظم التائية اهداها للخديوي عباس حلمي وهو طالع للحج الى عرفات الله يا خير زائر سلام الله عليك في عرفات. لكن البوصيري لما عمل البرد اداها للرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كان في الرسول صلى الله عليه وسلم نشر عليه البرد وتسمى البرأة فقام من نومه من فالج اقعده سنين. هي شبيهة ببردته لما ألقاها على كعب بن زهير. ولذلك يقولوا فيه 100 قصيدة
مطلعها بانت سعاد، لكن اللي باركها الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن زيد، بتاعت كعب بن زيد. يعني الخلاصة، الخلاصة أن شوقي أوسع ثقافة من، لا شك في ذلك، بس شوق المتنبي يجيد لون من الشعر، الشوقي يجيد الأشعار كلها، الألوان كلها. إيه هو شعر المتنبي؟ الحكمة. فكل بيت منفصل عن الثاني، لكن إذا أنت تكلمت في الوصف تلاقي كل بيت ماسك في اللي قبله. صحيح. ويأخذ بعضه بحجز بعض. خرج الثعلب يدعي يوم الدينة مثل الشوقي مثلا. ايه؟ قصيدة المتنبي، مغاني الشعب طيبا في المغاني، منزلة الربيع من الزمان، ملاعب جنة لو سهر فيها سليمان لسهر بترجماني، ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان. هذه أوصاف كلها لا يمسك، لكن قليل شعر الوصف عنده. الشعر اللي عنده أكثر الحكمة. مثلا لما تكلم قال: نزلت بأرض مصر فلا ورائي، تخب بي المطي ولا أمامي، ولما صار ود الناس خبا جازيت على ابتسام بابتسامي، وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام، ذراني والفلاة بلا هجير، ووجهي والهجير بلا لثام، فإني أستريح بدي وهادي وأتعب بالإناخة والمقام. ويخلص لوصف الحمى، وبعدين يتكلم عن نفسه: يقول لي الطبيب أكلت شيئا، وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد، أضر بجسمي طول الجمام، أتعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، فأمسك لا يطال له فيرعى، فلا هو في العليق ولا اللجام، فإن أمرض فما مرض اصطبار، وإن أحمم فما حم اعتزام، وإن أسلم فما أبقى، ولكن نقلت من الحمام إلى الحمام، تمتع من سهاد أو رقاد، ولا تأمل كرى تحت الرجام، فإن لثالث الحالين معنى سوى معنى انتباهك والمنام. البيتين الأخرانيين تصنفهم من الوعظ، واللي قبل منه تمجيد لنفسه إن هو حصان بيجري في السراي، وأمسك لا يطال له اللي عملته الحمى اللي قعدته. وهكذا نجد إن، لكن على كل حال تضافر عليه الناس بالدراسة من جميع الجوانب. يعني بقول لك الأفعال في شعر المتنبي مثلا، دراسة رسالة كاملة، رسالة دكتوراه ما يكون متفهم. عندنا أحمد شوقي قام في مسرحيات. أيوة، أحمد شوقي في مسرحيات. نعم، عبقريته. أنا أشوف أحمد شوقي عبقرية في مسرحيات. طيب هو ربيب من؟ القصور، الخلافة العثمانية. أمير المؤمنين رأيت جسرا أمر على الصراط ولا عليه، له خشب يجور السوس فيه، وتمضي الفأر لا تأوي إليه، وتبلى نعال من يمشي عليه، وقبل النعل تبلى أخمصيه. يقولوا هذا الجسر كان موجود لحد أيام الغزو. كويس؟ فالحقيقة أنه قاعد هو كان أشعل. أنا عندي قصيدة تجاوزت قدري يا أبو الزهراء. لا، الديوان كله بشرح الحوفي الله يرحمه، الشوقيات. الراجل دي أحمد شوقي يقول لك كان أشعل، فالخديوي بيقول لأم أحمد شوقي: أنت ممكن تقلب الدهب قدامه كده يبصره نظره هيقع عليه يتعدل. قالت له: بس الدواء ده موجود في صيدلية مولانا يا عم. فأعطاه. ولذلك كانوا يقولوا إن شوقي ربيب النعمة، ما بيحسش بمشاكل الشعب، بينما حافظ شاعر اجتماعي، لأن كل مشكلة بتحصل بيكون هو المقدام إليه، وهو اللي هو اللي بيتناولها. زي حرجم الغمر مثلا تكلم فيه: سائل الليل عنهم والنهار كيف باتت نساؤهم والعذارى،
بينما احمد شوقي ما كانش يعنى بمثل هذه الاحداث ويهتم بها، يقولوا لانه ربيب القصر بعيد عن مشاكل الشعب الفقير. الله اشعل يعني ما له نظره في ريشة؟ ايه اشعل ايوه يعني يبص لفوق ما ينظرش لتحت. هو الجواهري يقولون بعد تفوق عليهم الجواهري؟ لا هو ممكن اسمه ده الرصافي. الرصافي لو كان في مصر كان اشتهر اكتر. سؤالك دايخ كويس. لا في ابو العلاء المعري مولانا، والمعري ايش دخل؟ المعري قال كان مغرم بالمتنبي جدا، وكان يقول قال فلان قال فلان. حتى اذا جه عند بقى وطرده من المجلس، اذا جه عند المتنبي يقول قال الشاعر، فقالوا له ما اكثر ما وصفته بالشعر. قام قال